الأخبار رئيسة تظاهرات مواهب كروية. اليوم حنا كنتواجدوا بعمالة الناظور التي تعد المحطة رقم 74 بعد جولة قافلة مواهب كروية عبر ربوع المملكة. اليوم حنا كنوصلوا لمحطة مهمة اللي هي المحطة ما قبل الأخيرة، درنا 73 عمالة وإقليم، اليوم حنا في المحطة رقم 74 والمحطة الأخيرة غادي تكون نهار 17 بولاية الدار البيضاء. اليوم كان واحد الحضور مكتف ديال الأطفال ذكور وإناث اللي كيوصل 900 مشارك ومشاركة. كاين واحد المستوى جميل جدا هنا في كرة القدم فيما يخص البراعم في أقل من 14 سنة، وكيف ما كتعرفوا مواهب كروية هي أكبر تظاهرة وطنية لتنقيب على المواهب الكروية في سن أقل من 14 سنة، مفتوحة بالمجان في وجه الذكور والإناث. الهدف منها هو التنقيب للمواهب في الكرة اللي ما قدرش تشوفها النوادي مثلا، وكذلك هو التكوين ديال هاد المواهب. الهدف هو أن الوليدات أو المواهب اللي غادي يوصلوا معنا المراحل النهائية سيتم التكوين ديالهم التأطير ديالهم من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وذلك من خلال إدماجهم في المراكز الفيدرالية باش يعني يمارسوا أو يستقلوا الموهبة ديالهم في واحد المناخ مناسب تقنياً رياضياً وأكاديمياً. تنشكر اليوم السلطات المحلية هنا بعمالة عملة الناظور على رأسهم السيد العامل، تنشكر كذلك السيد باشا المدينة اللي حضر معنا اليوم، السيد رئيس المجلس الجماعي. أذكر أن مواهب كروية تنظم من طرف مؤسسة مسك ستراتيجيز الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وبشراكة مع وزارة الداخلية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وزارة الشباب. يعني هناك واحد تضافر الجهود لإنجاح هذه العملية لأنها تهم شأنين الطفولة والشباب والرياضة. كنشكر كاع الآباء اللي داروا فينا الثقة، وتنشكر هاد الوليدات اللي انخرطوا بكثافة معنا، وكنتمنى أن مواهب الكروية تقدر تعطيهم فرصة باش يوليو غدا لعابة كبار، ولما لا نشوفوهم في المنتخب الوطني في 2030.